قصر شنني أو قرية شنني في عمق الجنوب التونسي. منذ آلاف السنين استوطن الأمازيغ هذا الارتفاع ولا يزالون. نحتوا الجبل ليصنعوا لأنفسهم بيوتا تقيهم شر الغزاة، وتجمعا بشريا اختلطت فيه قبائل البربر فسمي شنني، التي تعني في لغتهم الاختلاط. هكذا يقول شيوخ القرية. عملوا السدود فهمتني، وشعاب والوديان، وخدموا مع ناس شجر، عملوا الزيتون، عملوا الكرم، عملوا النخيل، وقعدوا عايشين بها سنوات الله. ثم من ذاك السيب اللي تجيهم عندهم القصر هذا يخزنوا فيه. وبعد تمت بشوية، عاد تمت بشوية حتى ولوا يهبطوا لهنا، ولت الناس ما عادش تغور بعد الغزو هذا كم تاع بكري، ما عادش ولوا يهبطوا هاو هبطوا من هنا بشوية بشوية حتى ولوا يسكنوا تحت. في وقار وحشمة تنساب النسوة إلى أعمالهن وبيوتهن التي أبدعن في ترتيبها والمحافظة عليها. المنزل يعانق الصخر، تآلف معه على مر التاريخ، فنحت الإنسان من صلبه أمكنة للعيش والتأقلم حتى مع الحجرة الصماء. بيت جبلي في القرى الجبلية، محفور حفر في باليد، معناه لحد الآن معناه مازالوا عندنا ناس مختصين في الحفير متاعهم، اللي باش يحفر سكنة يحفر معناه يجي في جبل ويحفر معناه بيت كما هذا، ولا زوز ولا ثلاثة على حسب العدد من العائلة متاعه، فهمت. طوى معناه ولت مطعم، معناه استغلناه كمطعم سياحي، فهمت. أما في المساء فلا شيء أجمل من منظر شمس ترقد من وراء الجبال، فسحة لهذا العلو، فرصة أخرى للسكينة. اجتمع الأمازيغ منذ آلاف السنين في قرية شنني ليحموا أنفسهم من الغزو الخارجي، وما زال البعض منهم يسكن في بعض ديارها، وإن تحولت القرية إلى مزار سياحي وإلى كتاب تاريخ يقرأ تاريخ وأمجاد البربر بربر 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 في شمال إفريقيا. ولا تكتمل زيارة شنني إلا بالاطلاع على صفحة أخرى من التاريخ، إنها أضرحة النيام السبعة المعروفة هنا بالرقود السبعة. يقول المعتقد الشعبي إنه مكان أهل الكهف، اعتقاد لدى الأهالي لا سند له إلا هذه القبور التي يتجاوز طولها 5 أمتار، لعلها لعمالقة من البشر استوطنوا المكان في العصور البائدة، ليأتي بعدهم بقرون فتح إسلامي يشيد في هذه البيداء جامعا تعلوه مئذنة تميل برأسها نحو القبلة.